إجمالي عام حتى الآن رأيك بنظاره باللجنة شوف انت ما تحكم على عمل اللجنه من خلال اداء الحكام، لان اداء الحكام هذا قدراتهم هم. لكن انت تقدر تحكم على اللجنه من خلال مثلا الحكام الاجانب اللي تستقطبهم، وهل لا زالوا في نفس الجوده او اقل. انا اشوف انه لا، فيه الجوده اصبحت اقل. يعني انا اشوف ان فيه يمكن موسم او موسمين كنا نشوف الحكم يحكم عندنا ويحكم في الشامبيونز ليج. السنة هذه يعني أو السنة ذي والسنة اللي راحت لا، قل كثير صراحة حضور الحكام المميزين، حكام النخبة. بالنسبة للحكام السعوديين، فيه منهم يعني مجتهدين ونأمل فيهم أنهم يوصلوا، لكن فيه ناس أنا أشوف أنه ما أبغى أذكر أسماء صراحة، لكن لا زالت اللجنة تمنحهم فرصة وهم يحكمون ونفس الأخطاء. هذه قدرته. يعني أنا أتمنى أن اللجنة تكون أكثر شجاعة في منح بعض الحكام. يعني خلاص هذا اللي عند، ما أقدر أخليك تحكم في دوري بهالقوة، ما أقدر أخليك تحكم في دوري بهالمستوى الفني العالي. أنت قدراتك أقل من كذا، يجب أن تواجه الحكام الأقل اللي قاعدين يحكمون وهم اللي يحرجونها صراحة. في حكام صراحة للأمانة وأنا نقولها هنا اللي شالهم الفار، يعني في أشياء مفروض أنها ما يدخل فيها الفار، لكن هو رمى المباراة كلها على الفار. تلقى الفار هو اللي حكم المباراة، كل القرارات المصيرية والقرارات القوية كل اللي شالها الفار، وهذا غلط. الفار المفروض أنه ما يتدخل في كل شيء، المفروض أنت كحكم أنت اللي تشيل المباراة، الفار يعدل لك لو غلط. لكن في البعض لا، لقى الفار هذا أبد أي قرار صعب يرمى على الفار والفار هو اللي يحكم. يعني في مباريات تصل الى 9 مرات يرجع للفار، ما هو منطق هذا. الفار يرجع كرت احمر غاب عنك مثلا، ضربه جزاء صعبه، لكن قدامك ضربه جزاء قدامك وتنتظر لين يرجع الفار. هذا انا اشوف انه المفروض ان يكون فيه جراه اكبر، خاصه في ظل الوضع القوي الان اللي تمر فيه اللجنة ودائرة التحكيم. المفروض اليوم في ناس يقالهم شكراً.